السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو التغيير. ملفات كثيرة نحاول من خلال هذه الحلقة أن نتطرق إليها، كثيرا تشغل الشارع العراقي، ملفات الكابينة الوزارية، المجلس الأعلى للفساد، وجود القوات الأمريكية في الساحة العراقية والجدل الحاصل بخصوص هذه الملفات. رحبوا معي بضيفين من بغداد، بالأستاذ كامل الأغريري الأمين العام لحزب العراق هويتنا. أستاذ كامل مرحبا بك. الله محييك. حياك الله. حيا قناتكم الكريمة. حياك الله. كذلك أرحب بالأستاذ ذي الفقار حسين، عضو تحالف تمدن. سيد ذو الفقار مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك، تحية لك ولضيفكم الكريم. حياك الله. أبدأ بالسيد ذو الفقار حسين، عضو تحالف تمدن. سيد ذو الفقار، الكابينة الوزارية، هذا الموضوع الذي ربما تحدثنا كثيرا بصدده، هناك انفراجة يتحدث عنها بعض الكتل السياسية، لا سيما الإصلاح والبناء يتحدثون عن وجود انفراجة ربما في اجتماعات البرلمان السابقة بعد الآتية، من أنه ربما في الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية ستحدث انفراجة. هل هذه المعلومات حقيقية، أو أنك سمعتم من أنه ربما ستكون هناك انفراجة باستبدال مرشح وزارة الداخلية؟ هل تعتقد أنه ستحدث هناك انفراجة أم سيترك الموضوع جانبا؟ في البدء تحية لكم سيدي الكريم ولمشاهدي قناتكم الغراء ولضيفكم الكريم. سيدي الكريم، مشكلة الكابينة الوزارية ليست بالجديدة، مشكلة صار لها فترة تتكرر. هذا الموضوع أصبح شيء معروف للجميع أنه القرار يصنع خارج الحدود ليس داخل الحدود. الدليل أن البرلمان العراقي عجز عن إيجاد حل لهذه المشكلة، فتجد أن الحل ظهر قبل يومين على الساحة من خلال اجتماع خارجي عقد خارج الحدود في لبنان، وكان أطرافه معلومين. بالنتيجة وصل الحل أخيرا، أي بما معنى أنه صنع الحل خارجيا، ليس صنع في العراق وإنما صنع في لبنان. هذا يعطينا مؤشرات أنه المشكلة قد حلت، وأن عقدة الفياض قد وجد لها حلا باستحداث وزارة جديدة لسيد الفياض، وكذلك مراضات بعض الأطراف. بالنتيجة نحن لحد الآن نعاني مشكلة صناعة القرار السياسي داخل الدولة العراقية، داخل الحكومة العراقية، داخل المؤسسة التشريعية العراقية، أي أننا عاجزون عن حل مشاكلنا وننتظر التدخل الخارجي. مثل ما تفضل جنابك أنه بالإمكان أنه خلال الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية للبرلمان بالإمكان أنه يتم التصويت فعليا، أنا قد أستبق الحدث من الآن وأقول لك أنه سيتم التصويت وستنتهي المشكلة، لأن القرار صدر من خارج الحدود. طيب ماذا تسمى هذه الوزارة الجديدة التي سوف تستحدث؟ نسميها وزارة الفياض؟ والله سيدي الكريم سميها ما شئت، سميها وزارة حل العقدة، الوزارة التفاوضية، الوزارة التوافقية، الوزارة شو نقول عليها، فوق الحمل تعلاوة، شو تريد تسميها سميها. يعني هي احنا هذا الشيء اصبح طبيعي بالنسبة للسياسة العراقية، انها عندما تجد نفسها في ضائقة وفي مأزق ولا تجد الطريق وتتلمس الطريق بصورة صحيحة، تجدها تستحدث كيانات جديدة، تستحدث مؤسسات جديدة لاسترضاء هذا الطرف أو ذاك الطرف. هذا نتيجة الخلل الحاصل في العملية السياسية العراقية، إنها ليست عملية مؤسساتية، ليست مبنية على نظام دولة مؤسساتية، أي بما معنى أننا مبنيين على نظام كتل ومحاصصة، هذا الجزء لفلان وهذا الجزء لفلان، وبالتالي يجب علينا إرضاء كل الأطراف كي لا يكون هنالك خلاف. الخلاف ليس خلاف على مصلحة الشعب العراقي، ليس خلاف على وضع الاقتصادي للبلد، الخلاف ليس وضع السياسي وليس الوضع الأمني، كل هذه الأمور ليست هي محل الخلاف. محل الخلاف هي المصالح الشخصية والمصالح الفئوية للكتل وقادة الكتل بالذات، هذا هو الحقيقة. يجب أن يعرف المواطن العراقي أنه الصراع ليس صراع على المصالح، ليس صراع هو برامج انتخابية، وليس صراع برامج حكومية لتقديم الأفضل للمواطن، المواطن خارج حسابات السلطة. طيب خلينا أنتقل إلى سيد كامل الغراري الأمين العام لحزب العراق هويتنا. أستاذ الغراري، يعني يذكر لنا سيد ذو الفقار حسين من أنه ربما وصلنا إلى الحل، لأن هناك اجتماع في لبنان تم مع أطراف دولية وتم الاتفاق على حل هذه القضية، حل قضية الكابينة الوزارية.
نعم أخي العزيز، بالنسبة ما حصل الكابينة الوزارية والتأخير اللي حصل طيلة هذه الفترة من تشكيلة الحكومة ولحد هذا اليوم، اليوم أصبح البرلمان عاجز وأصبحت الحكومة عاجزة، واليوم من خلال هذا المؤتمر أو حل قضية تكون خارج البلد وخارج العراق، إذا هناك قرار خارجي لتشكيل الحكومة برمتها. نعم لتشكيل الوزارات، إذا هنا الوزارات لا تستطيع، البرلمان اليوم المنتخب من قبل الشعب العراقي وحكومة منتخبة من قبل الشعب العراقي، واليوم أن يذهبون إلى دولة والدولة اللي هي تحسم موضوع وزارة الداخلية ويقولهم يا أبا أن وصلنا إلى هذا الحل ويكون الحل مرضي، وهذا طبعا من المعيب علينا أن تملى علينا دول، ويكون قرارنا قرار ليس عراقي ويكون قرارنا قرار خارجي وتملى علينا هذه الدول. كيف نستطيع بناء الدولة وكيف نسمح شعبنا وكيف أن تكون هناك دولة ووزراء اللي هم يتنصبون من الخارج اليوم أن يخدمون بلدهم ويخدمون العراق؟ إذن هؤلاء اللي يتنصبون من خارج العراق اليوم يكون ولاهم ليس للبلد وليس للعراق، وإنما ولاهم للدولة اللي نصبتهم إلى هذه المناصب، وهذا طبعا من المخجل وهذا من المعيب على حكومتنا وعلى برلماننا وعلى السياسيين، أن لو إذا ما يستطيعون أن يحلون مشكلة وزارات، والله لو مخلين من العشائر الكريمة والطيبة عشائرنا وقالهم هاي القضية اللي يحلوهنا ما بين السياسيين ويشكلونهم الحكومة وبعض من الناس الوطنيين اللي هم الناس السياسيين اليوم، يا أما أن تكون الخارج وبعض من دول تفرض قراراتها على العراق وإحنا نسمع منهم هذه الإملاءات، وهذا أصور هذا معيب جدا، معيب جدا أخي العزيز. طيب يعني ما هو موقف من هم في السلطة عندما نسمع جميعا من أنه في الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية تم التوافق بينهم على إكمال الكابينة الوزارية، وجميعنا يعلم أنه تم برضاء دول وتم باجتماع خارج الدولة العراقية؟ لا أخي العزيز، خلي يسمع الشعب العراقي، خلي يسمعون العراقيين، خلي يسمعون بأن القرار ليس قرار عراقي، واكو دول تملي على الحكومة وتملي على البرلمان، واليوم البرلمان ليش البرلمان ما يقدر يستطيع أن يكرر في جلسة وتكون من الجلسة الأولى ولا جلسة الثانية ويصوتون على الكابينة الوزارية وتكون كاملة، وعندنا وزارتين مهمتين اللي هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ويعرف الجميع اليوم وضع العراق وضع متعب ومربك، وأكو قوات أمريكية تنزل وأكو أجندة في داخل البلد، حدودنا غير آمنة غير مستقرة، اليوم وضع البلد وضع منهز، اليوم كيف تستطيع اليوم ببرلمان اليوم قضى هذا اليوم أكثر من 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 سبعة ستة أشهر أو سبعة أشهر، واليوم لا يستطيعون أن 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 يشكلون الحكومة ويشكلون وزارتين مهمتين اللي هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية؟ خليني أذهب إلى ذي الفقار حسين، عضو تحالف تمدن. سيد ذي الفقار، السيد حيدر العبادي ذكر في إحدى تصريحاته قبل فترة من أنه هناك دول هي التي تعين في كل حكومة الزعامات والموجودين في الحكومة، يعني الدول تعين والعراق يصرف المليارات على رواتب وحمايات فقط. سيد الكريم، ما تفضل به الدكتور العبادي صحيح 100% أن الحكومة العراقية أو بكامل نقول المؤسسات الحكومية العراقية تدار من خارج الحدود، هذا مسألة طبيعية. تلاحظ اليوم أنه عندما نريد أن نأتي بشخص لمنصب معين يجب أن نسترضي بعض الدول، زين هذا يوافق عليه وذاك ما يقبله وهذا يقبله وهذا يقول لا طويل هذا يقول لا قصير، فبالنتيجة إذن القرار هو ليس قرارا عراقيا وليس قرار كتل سياسية عراقية وليس قرار البرلمان العراقي وليس قرار الناخب العراقي. هذه نقاط يجب أن تكون واضحة للجميع. نحن القرار الذي يصنع داخل الحكومة داخل الدولة العراقية هو قرار يأتي من الخارج، يأتي مختوم بأختام أجنبية. هذا نقطة. النقطة الثانية، اليوم هل الوضع العراقي هو في أحسن حالاته؟ اليوم أنت تلاحظ أن الوضع العراقي مربك اقتصاديا، أمنيا، سياسيا، اجتماعيا. أتوقع أنه الشارع العراقي في مرحلة من
الكره خلينا نقول عليها الحقد على الطبقه السياسيه بما اوصلت به المجتمع العراقي لما هو عليه الان من فقر وجوع وبطاله ومآسي وتدني في سمعه الدوله العراقيه، تدني في كل القطاعات. فبالتالي اصبح المواطن العراقي حاليا لا يرى في هذه الطبقه السياسيه خيرا، لا يرى فيها انقاذا، لا يرى فيها حلولا للمستقبل. فبالتالي اصبح لا غير مكترث بما يحدث. لو تلاحظ اليوم المواطن العراقي اصبح غير مكترث بما يحدث في الطبقه السياسيه العراقيه، بل يتمنى زوالها اليوم قبل بكره. طيب يعني الموضوع هو انه اصبح غير يعني ليس عيبا ان يجتمعوا خارج العراق ليناقشوا شأن العراق، اصبح غير عيب، والمعلومه الان نناقشها في الفضائيات امام الشعب العراقي. سيدي الكريم، مع الأسف ما بعد 2003 حدثت مجموعة متغيرات، يعني هذه المتغيرات التي كانت سابقا تعتبر من المحرمات ومن العيوب ومن الأمور التي يحاسب عليها القانون أصبحت اليوم من المباحات، أي بما معنى الاعتراف بالعمالة علنا، الاعتراف بالفساد علنا، الاعتراف بالولاء لدول خارجية علنا، الاعتراف بانتماءات لجهات معينة علنا، الاعتراف بانتماء لجهات مسلحة علنا. هذا أمور خارج عن إطار القانون العراقي أصبحت تعلن علنا في شاشات التلفزيون، ولحد هذا اليوم لم نجد أحد يحاسب على هذه التصريحات. أين دور المدعي العام العراقي من هذه الإجراءات؟ هذه إجراءات مخالفة للقانون العراقي. كيف يمكن لشخص يطلع على شاشة التلفزيون ويقول أنه أنا يعني استفاديت من منصبي، وهذا يقول لا أنا أنتمي لجهة معينة، وهذا يقول الدولة الفلانية هي أهم عندي من العراق؟ كيف يمكن أن يظهر سياسي وشخص مسؤول في الدولة العراقية يتكلم بهذا العبارات؟ كيف يمكن أن يظهر مسؤول لحكومي عراقي ويضع خلفه علم لدولة أخرى؟ ما يعني هذه مجموعة القيم أين ذهبت؟ أين ذهبت الإحساس بالوطنية؟ أين هذه المجموعة الكم الهائل من المخزون الثقافي العراقي؟ أين ذهب؟ يعني حقيقة اليوم احنا نعاني من مشكلة الهوية الوطنية، مشكلة المواطنة، احنا اصبحنا اغراب في بلدنا. هاي مشكلة كبيرة. يعني اليوم المواطن العراقي اصبح عندما يحتاج الى ان يناشد اصبح يناشد دول اخرى. يعني والحادثة الاخيرة للفنان الكبير حسين نعمة هاي كارثة عظيمة، عندما يناشد دول خارجية لانقاذه من المأساة التي يعيشها داخل العراق. هذا يعني شيء حقيقة لا يمكن وصفه. يعني اليوم احنا الدولة العراقية او الحكومة العراقية اين اوصلت المجتمع العراقي الى يا مرحلة؟ ووصلتها الى مرحلة انه فقد الامل بشكل قطعي ونهائي. وبالتالي على الطبقة السياسية اما ان تعالج مشاكلها وتعيد كسب ثقة المواطن، او ان تجد حلول حقيقية لما وضعت به المجتمع العراقي. اليوم عملية صناعة القرار خارج الحدود أصبح شيئا مألوفا لا يستنكره أحدا ولا يمتعظ منه أحدا، بل يتفاخر به بعض السياسيين بأنهم ذهبوا إلى الجهة الفلانية وأخذوا مباركتها وأخذوا رأي الجهة الفلانية وكانت غير معترضة، بل إنهم يتمادون أحيانا بأن الجهة الفلانية قد باركت تولي الشخص الفلاني للمنصب المعين. أين نحن الآن من سيادة الدولة؟ أين نحن الآن من قوانين الدولة؟ هذه كارثة عظيمة يا سيدي الكريم. طيب خليني أذهب إلى السيد كامل الغريري الأمين العام لحزب العراق هويتنا. أستاذ كامل، يعني الآن نحن نتحدث قبل أن يتم الإعلان عن تكملة الكابينة الوزارية، والسيد ذي الفقار حسيني يقول لك إنه ذهبوا إلى لبنان واتفقوا وراح يتفقون وراح يعلنون. احنا قبل ما يعلنون عن اكمال الكابينه الوزاريه وراح يعلنونها، اذا اعلنوها ويقول لك انه اتفقوا والدول باركت، اذا اعلنوها هذا مو اثبات عليهم من انه هم يخضعون لدول معينه؟ ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي يقول انه يتم تعيين قاده الوزراء، يتم تعيين الوزراء والمسؤولين في الحكومات العراقيه من قبل دول. هذا مو إثبات على أنه العراق فاقد للسيادة؟ لعدلوا شحشون على الأمريكان ليش موجودين بالعراق إذا الحكومات يتم تعيينها من خارج الحدود؟ نعم أخي العزيز، بالنسبة اليوم أصبحنا فاقدين للسياسة، وهذا الأمر متروك للشعب العراقي. ينظرون إلى أين وصلوا هذا البلد وهذا الشعب. اليوم بلد أن يكون ذات سيادة،
أن تكون هناك حالياً أكو سباق جاي يحصل اليوم، منه اللي يذهب إلى هذه الدولة وياهو الزعيم اليوم اللي يذهب إلى هذه الدولة ويرتب وضعه وينتظر في العراق وينتظر في الخارج لأيام ولأشهر حتى في سبيل تستقبل هذه الدولة. أخي هذا مو ثوب العراقيين، العراقيين اللي نعرفهم أهل شهامة وأهل حمية وأهل غيرة وأهل كرامة وأهل سيادة، ما عندهم اليوم أن يفرطون بسيادتهم وسيادة البلد وسيادة العراق أن يذهبون وتكون وتملأ عليهم دول وتكون هناك قرارات خارجية وقرارات دولية تملأ على هذا البلد. شنو ذنب الشعب العراقي اليوم عندما سلم الدولة ويؤتمنون على هذه الدولة وعلى سيادة البلد ومن سياسيين ومن زعامات، واليوم بهذه الطريقة أن يوصون بلدهم والذلة لهذا الشعب وعدم احترام سيادة البلد، وهذا طبعا من المخجل والمعيب عليهم جميعا كل من يتصرف بهذه الطريقة. نعم اليوم الشعب العراقي ما يسكت، وجميع السياسيين الشرفاء الوطنيين لم يمسكتوا على هذه ما يحصل على هذا البلد وما يحصل بإمساس السيادة العراقية. فاليوم الشارع العراقي عندما توصل به النتيجة ويسمع مثل هذه الزيارات وهذه القرارات التملى عليه من الخارج، لا سيكون له موقف آخر اتجاه كل من لم يكن قراره قرار عراقي. طيب خلينا نناقش ملف آخر، يعني ملف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. أستاذ كامل الغريري، أستاذ كامل، يعني لما أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، هل تعتقد أن هذا الإعلان يعني هذا ما كنا نبغيه لمكافحة الفساد؟ المجلس الأعلى يعني في ما هو السيد العبادي أيضا أسس مجلس مكافحة الفساد، هل كنا ننتظر لتأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد؟ هل كلمة أعلى هي التي سوف تكافح الفساد؟ أخي العزيز، بالنسبة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وإنما هذا شلون مثل ما يقولون تخدير أعصاب للشعب العراقي، اليوم ينتظرون ويقولوا يابا احنا شكلنا لجان، وكل ما تشكل لجان احنا نريد حلول للفساد، نريد محاسبة للمفسدين. طيلة هذه السنوات من 2003 نتحدث جميعاً، أنا وأنت وكل الناس يتحدثون بالفساد وبعض من السياسيين يتحدثون بالفساد، إحنا منو اللي حاكموا ومنو اللي حاسبوا على الفساد؟ موجودة حيتان الفساد، منو اللي تحاسب طيلة هذه السنوات؟ واليوم إحنا نشكل مجلس الأعلى لمكافحة الفساد أو متابعة الفساد، أخي هذا غير حل. اليوم الفساد فساد برا حيتان كبيرة وبرا دول، نعم دول اللي هي مستفادة من هذا الفساد اللي حاصل في العراق. يجب علينا أن تكون هناك قرار إلى رئيس الوزراء، ويكون القرار من رئيس الوزراء قرار شجاع ويتخذ عند موجودة أجهزة أمنية وموجودة عند النزاهة وموجودة عند مكافحة الإرهاب، وكل واحد عند ملف والملفات موجودة وجاهزة حسب ما صرح بها أبو النزاهة اللي هو طلال الزوبعي السيد النائب، وقال يابا اكو ملفات كامل جاهزه، خلي يحاسبوننا 10 20 30 يحاسبوننا من هذا المفسدين اللي هي بالالاف، الاف المفسدين اللي نهبوا اموال البلد واموال العراق. اخي العزيز اليوم هذه اللجان هذا لموقف معين، شكلنا لجان بس ما راح نوصل الى نتيجه، ولا رايح هذه اريد اقول لك المجلس راح يسوي فد شيء اذا ما كان هناك قرار من رئيس الوزراء وينفذ خلال 24 ساعة المفسدين. نعم وضع برنامج، ويجب على الدكتور عادل عبد المهدي أن يمضي بالبرنامج الحكومي، ومن البرنامج الحكومي هو محاسبة المفسدين الذين سرقوا أموال العراق. فيجب عليه لا يكون هذه اللجان وإنما تمييع، وهذه تعتبر اللجان تشكل في هذا الوقت وعطوها أكثر من 6 أشهر، وإنما تستر هذا على الناس المفسدين لوجود أبواب أخرى أو مخرج أخرى. نعم. ليتلافون بعض الملفات اللي عليهم. طيب خلينا نذهب إلى السيد ذي الفقار حسين عضو تحالف تمدن. سيد ذي الفقار، يعني إحنا مشكلتنا أنه
الرئيس الوزير ما يكمل اللي بدا به الوزير السابق، او رئيس الوزراء ما يكمل اللي بدا به رئيس الوزراء السابق. السيد حيدر العبادي اسس مجلس مكافحه الفساد. السيد عادل عبد المهدي اجى لقى مجلس مكافحه الفساد ما يريد يكمل، قال لا اسميه مجلس اعلى لمكافحه الفساد حتى يكون باسمي. احنا شنو مشكلتنا؟ وين مشكلتنا؟ ما عندنا هيئه النزاهه، ما عندنا ديوان الرقابه الماليه، ما عندنا المدعي العام، ما عندنا مؤسسات اخرى، عندنا لجنه النزاهه، عندنا هيئه النزاهه، عندنا مؤسسات هواي لمكافحه الفساد. سيد الكريم، حقيقه الدكتور عادل عبد المهدي في موقف لا يحسد عليه، وقد ورث نظاما منخورا، نظاما يهتريه الفساد من كل الجهات، مسيطرة على مؤسسات الدولة، مافيات الفساد. فعملية إعادة هيكلة هذا النظام وإعادته لسكة صحيحة وخلق دولة فاعلة تعمل بصورة مؤسسات حقيقية أصبح شيء قريب للمستحيل. فعملية تأسيس المجلس الأعلى مثل ما تفضل جنابك أنه إضافة كلمة إلى العنوان الأصلي، هذا يعني اعتراف ضمني بأن كل المؤسسات الرقابية والنزاهية اللي موجودة داخل الدولة العراقية هي لم تؤدي دورها، باعتبار أنه الدولة العراقية تحوي أكثر من جهة رقابية داخل الدولة. يعني عندك ديوان الرقابة المالية، عندك المفتش العام، عندك هيئة النزاهة، عندك لجنة النزاهة داخل البرلمان، كثير من المسميات موجودة في هياكل الدولة العراقية. هذا دليل اعتراف ضمني على أن هذه المؤسسات بمجملها لم تؤدي عملها بصورة صحيحة، ولهذا توجه السيد رئيس الوزراء باتجاه خلق كيان جديد ليؤدي هذا العمل. بالمناسبة أنت يمكن والإخوان كلكم اطلعتوا على إمكانيات وخلينا نقول صلاحيات هذا المجلس، هي صلاحيات رقابية لحد الآن باستثناء صلاحية تعيين المفتشين العامين، يعني لحد الآن لا يمتلك صلاحيات التنفيذ الفعلي أو إلقاء القبض أو تسيير الدعاوي أو خلينا نقول إحالة المتهمين إلى القضاء. لحد الآن لم يحدد هذا الإطار، أتوقع أنه في مقابل الأيام قد يتضاف له صلاحيات أخرى. لكن هل نحن الآن قادرين بهذه التشكيلة الحكومية وبهذا الوضع السياسي أن نقضي على الفساد؟ هل الدولة العراقية قادرة على مسك زمام الأمور وضرب الفاسدين بيد من حديد كما قالوا سابقا؟ حقيقة الفاسدين محميين بقوانين وتشريعات، محميين بطرق ابتدعوها لأنفسهم، محميين بكتل سياسية تدافع عنهم، محميين بطريقة إدارة الدولة العبثية التي تجعلك تدور لا تجد المتسبب الحقيقي في هذا الخراب. عندما تبحث عن أي مشكلة، عن أي قطاع، لماذا انهار هذا القطاع، تجد أن الأسباب تتقاذفها جهات الواحدة على الأخرى، فبالنتيجة لا تجد السبب الحقيقي. هذا هو صناعة النظام الحديث، النظام الفوضى الخلاقة التي يقال عنها أنك لا تجد المسبب الرئيسي. هاي من ناحية، من ناحية أخرى أنه الفاسدين محميين، يعني لا تجد فاسد اليوم خلف القضبان، وحتى من يدخل داخل خلف القضبان يدخل لأيام معدودة وكأنه هو داخل لفندق 5 نجوم تقدم له الضيافة والخدمة على أفضل ما يكون لمجرد تمشية الأوراق إلى أن يأتي بحكم براءته، أو يحكم بحكم غير قابل للتنفيذ مؤجل، أو حكم باعتبار أنه هو شاب ويجب أن نراعي عمره وسنه وشهادته. يعني هاي الأحكام التي حصل عليها بعض السياسيين، هذه حقيقة كرست منظومة الفساد وقوت مافيا الفساد داخل الدولة العراقية، باعتبار أنه لا يوجد شخص عوقب بشكل حقيقي لحد الآن. لحد الآن لا يوجد شخص ثبت عليه الفساد وقد ألقي في خلف القضبان. هذه المسألة الحقيقية. اليوم ليست المشكلة في إيجاد تشريعات، ليست المشكلة في إيجاد منظومات، المشكلة في التنفيذ، في قوة القانون. يعني نحن نحتاج إلى قوة القانون وليس قانون القوة. يعني اليوم الدولة العراقية محتاجة إلى قوة القانون. عندما يصدر القضاء
قراره، وعندما تصدر المؤسسات الرسمية قراراتها نجد القوة القابلة لتنفيذ هذه القرارات التي باستطاعتها جلب أي مسؤول ووضعه خلف القضبان. نحن لدينا مسؤولين محميين لا يمكن الوصول لهم، لا يمكن ذكر أسماءهم أصلا وليس الوصول لهم. ما هو يعني حقيقة وصلنا إلى مرحلة من ضمن هذا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو لكي نستطيع أن نصل إلى هؤلاء المسؤولين، يعني هو كاتبين من ضمنها حتى نقدر نصل إلى المسؤولين اللي عليهم حماية، يعني حتى يكون قوي يستطيع أن يصل إلى من لديه حماية ويجلبه إلى القضاء. سيد الفاضل، هذا كلام ممتاز، يعني لحد هاي اللحظة إذا طرح بهذه الطريقة هذا شيء جيد، لكن الأمور تقاس بخواتيمها، الأمور تقاس بالنتائج التي تنتج منها. علينا أن ننتظر ونلاحظ ماذا سينتج مجلس الفساد. أنا حقيقة متفائل في نقاط معينة باعتبار أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد فهم فكرة الفساد داخل الدولة العراقية، وعلم جيدا أن الدخول داخل منظومة الفساد لن يكون بإمكانه تحطيمها من الداخل. إذن عليه أن يخلق كيان جديد خارج هذه المنظومة ويكون تحت سيطرته مباشرة، ولذلك كان المجلس برئاسته شخصيا. أي بما معنى، اليوم إذا هذا المجلس كان ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وبشخوص قادرين على تحديد المشكلة وتحديد الفساد وتحديد شخوص الفساد وإحالتهم إلى القضاء، وتمكننا من الإتيان بهؤلاء الأشخاص ووضعهم خلف القضبان، إذن أصبحنا نحن في الطريق الصحيح. طيب خلينا ننتقل إلى السيد كامل إغراري الأمين العام لحزب العراق هويتنا. أستاذ كامل، هدف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو لتوحيد عمل هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفتش دائرة المفتش العام، توحيد جهودها وعملها تحت منظومة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، هذا هو هدف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. أخي العزيز، بالنسبة للجان اللي شكلت أو المجلس اللي شكل، اليوم احنا نريد تنفيذ. عندما يكون هناك مجلس لازم يكون هناك سقف زمني وتكون المباشرة بأسرع وقت، حتى يعرف الشعب العراقي بأنه الدكتور عادل عبد المهدي رجل كافح الفساد وحارب الفساد بكل شجاعة، وهاي رسالة توصل لكل العراقيين، وهذا فخر وعز إنه للعراقيين عندما يكون هناك تنفيذ وللفاسدين، تنفيذ للمتابعة الفاسدين وحيتان الفساد ومحاسبتهم. احنا لا نريد نشكل لجان وبالأخير تخرج هذه اللجان ولا توجد محاسبة أي مفسد. واحنا شنو اللي تشكل اللجان؟ وإنما تشكلت لجان قبل، ونحن من 2003 ولحد هذا اليوم تشكلت لجان وراحت لجان، وهناك لجان نيابية وهناك لجان شكلت، ما حاسبنا ولا مفسد ولا استطعنا أن نأتي بمفسد واحد ونقول له يابا ترى هذا تحاسب. مثل ما تفضل ضيفك الكريم، نعم نحن نريد حلول، نريد هناك قوة في قوة القرار وقوة القانون لمحاسبة المفسدين، وهذا طبعا فخر للدكتور عادل عبد المهدي ولحكومته، ونحن نشد على يد الدكتور عادل عبد المهدي أن يكون بهذه الطريقة محاسبة المفسدين، بس يريد محاسبتهم فعلا، مو احنا نعطيهم اللجان أو المجلس يتأخر لمدة 6 أشهر وبعدين ببرا سنة وتنتهي الدورة النيابية وتنتهي الحكومة لمدة 4 سنوات، والله احنا هم ما استطعنا نقدر نحاسب اي مفسد. وهذا طبعا حصل في الحكومات السابقة، حصل كل رئيس حكومة كان اول من يوضع البرنامج ماله محاسبة المفسدين، انطيني يا رئيس حكومة استلم محاسب المفسدين. فبقت هذا الامر متروك للدكتور عادل عبد المهدي امام شعبه. اليوم الشعب ينتظر، وينتظر من عنده مبادرات، ينتظر منه تطبيق للبرنامج الحكومي، ينتظر منه فد قرار حتى في سبيل يقول نعم. اليوم لحد هذه اللحظة البرلمان معطل، لحد هذه اللحظة لم يشرع أي قانون، الحكومة لحد هذه اللحظة الوعود اللي انطتها للشعب العراقي عدم تنفيذها ولا تنفيذ فقرة واحدة. أين الوعود اللي اعطوها إلى البصرة؟
أين الوعود اللي انطوها للمحافظات؟ أين الوعود اللي انطوها للنازحين وإرجاعهم إلى مناطقهم وأعمار مناطقهم؟ أخي وعود، إحنا لا نبقى بهذه الدوامة وهذه الوعود اللي أوعدوا بها الشعب طيلة هذه السنوات، ولا يوجد تطبيق لهذه الوعود. طيب خليني أنتقل أستاذ كامل، خليني أنتقل إلى ذي الفقار حسين عضو تحالف تمدن. أستاذ ذي الفقار، يعني ملفنا الثالث عن وجود القوات الأمريكية، يعني كان الأسبوع الفات حديث عن كيفية وجود هذه القوات الأمريكية، قانونية وجود هذه القوات الأمريكية، ما هو الإطار القانوني لوجود هذه القوات الأمريكية، تحركاتها، القواعد الموجودة فيها. يعني هناك من كانت لديه شكوك حول قانونية وجود هذه القوات الأمريكية، وحدث لغط سياسي وتخوفات وتصريحات كثيرة حول هذه القوات الأمريكية. هناك من يرى أن وجود هذه القوات الأمريكية أصبح لا حاجة للعراق بوجود هذه القوات الأمريكية، وهناك من يرى من أنه الحرب ضد داعش ما زال موجودا، وهناك أوكار للحرب ضد الإرهاب وهي من ضمن القوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وأن وجودها مهم جدا. هل أنتم يعني مع وجود هذه القوات، أو يعني مع تأطيرها بقانون، أو مع خروج هذه القوات؟ سيد الكريم، هي المسألة ليست آراء شخصية أن نكون مع أم ضد، المسألة هي قوانين واتفاقيات وتشريعات. العراق ملتزم باتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية وقعت في زمن سيد نوري المالكي، ولا تزال سارية المفعول، والتواجد الأمريكي في العراق تواجد قانوني ضمن القانون العراقي وضمن موافقة الحكومة العراقية. زيادة عديد القوات أيضا حصل بموافقة الحكومة العراقية. الحكومة العراقية في حربها ضد داعش الإرهابي طلبت العون والمساعدة من الجيش الأمريكي ومن منظومة الدول العالمية بأن تتدخل حتى تقدر تساعد الجيش العراقي بالقضاء على هذا المنظومة الإرهابية. إذن نحن أمام طلبات رسمية وأمام اتفاقات دولية، إن كان هنالك عدم رضا من جهة معينة أو أخرى فهذا ليس له قيمة قانونيا. الكلام الحقيقي أن الجيش الأمريكي المتواجد على الأراضي العراقية متواجد بصيغة قانونية، هاي من ناحية. نأتي من الناحية الأخرى التي هي ناحية المواطن العراقي. جنابكم قناة مميزة لها جمهور جيد، بإمكانكم أن تعملوا برنامج بسيط وتستطلعوا آراء الشارع العراقي. يعني حقيقة اللي يمشي بالشارع ويحتك بالناس راح يجد أن الشارع العراقي حاليا مستعد استعداد أكبر من 2003 لاستقبال الجيش الأمريكي، أي أنه يعاني مآسي كارثية وينتظر اليد التي ستمتد لإنقاذه، أي بما معنى لن يكون هنالك إشكال من ناحية الشارع العراقي، باعتبار أن الشارع العراقي قد سئم هذه الطبقة وينتظر اليد التي تمتد لإنقاذه منها. هاي من ناحية الشارع العراقي، وأعتقد هذا الشيء واضح وبالإمكان الوصول له بسهولة. أما من ناحية الطبقة السياسية، فعندما تظهر بعض التصريحات من هنا أو هناك فإن هذه التصريحات ليست لها علاقة بالمصلحة العامة، المصلحة الوطنية، مصلحة العراق، إنما هي عبارة عن مصالح فردية شخصية ومصالح فئوية ومصالح الجهات التي يمثلونها والتبعيات التي يتبعونها. هذا هنا سؤالي، هنا سؤالي. هناك جهات جاءت مع الدبابة الأمريكية الآن، ولكن الجارة إيران أو من يمثلون الجارة إيران الآن مع هذه المصلحة الآن سياسة المحاور، وهم لا يريدون الأمريكان الآن لأن إيران لا تريد. سيد الكريم، أولا مجمل الطبقة السياسية الحاكمة قد ركبت على الدبابة الأمريكية في 2003 وعادت إلى العراق، هاي واحد. اثنين، أنه حاليا بعدما عادوا وتسيدوا في العراق وأصبحوا أصحاب سلطة ونفوذ قد عضوا اليد التي مدت لهم في توليهم السلطة بالعراق. ثلاثة، وهذا الشيء الأهم من هذا كله، ولاهم عندما تبدل باتجاهات أخرى، زين، هذا نتيجة منافع ونتيجة علاقات قديمة بينهم، أي بما معنى اليوم العراق يحاول جره إلى المحور الشرقي، لكن العراق مصالحه مع المحور الغربي والولايات المتحدة الأمريكية والعالم بعمومه باتجاه آخر. إذن
على صانع القرار العراقي أن يفهم أنه مصلحة العراق هي من تحدد نتعامل مع من ونكون حلفاء لمن. هذه هي الحقيقة، ليست هي أهواء شخصية وليست هي رغبات فردية أنه أنا أميل لهذه الجهة ضد هذه الجهة، ليست بهذه الطريقة، إنما الأمور تقاس من خلال مصلحة الدولة العراقية. مثل ما تفضل جنابك أنه حربنا على الإرهاب قد تكون طوينا الصفحة الأكبر منها لكنها لم تنتهي بشكل نهائي، لا يزال الخطر الإرهابي محدق بالعراق، ولا يزال خطر الإرهاب على الحدود العراقية موجود ولا يزال موجود، وكذلك توجد الخلايا النائمة وتوجد بعض التشكيلات التي تؤثر على مسير الدولة العراقية. إذا نحن نحتاج إلى غطاء دولي وغطاء قوة حقيقية بإمكانها مساعدة العراق في استتباب الأمن بشكل نهائي، وكذلك بإمكانها دعم القطاع الصناعي والزراعي وكل الخدمات التي يمكن أن تقدمها للمجتمع العراقي. إذن نحن علينا أن نفهم مصالح الدولة العراقية أين تتجه ونتجه معها. طيب خليني أذهب إلى السيد كامل الغريري الأمين العام لحزب العراق قويتنا. أستاذ كامل، سياسة المحاور، هناك المحور الإيراني والمحور الأمريكي، والعراق يجب أن يختار إما مع المحور الأمريكي أو مع المحور الإيراني، ولا يوجد مكان وسط، بمعنى أنه إذا اخترت أن تكون وسط فأنت تخسر المحور الأمريكي وتخسر المحور الإيراني. كيف تحاول أن تكون مع من؟ نعم أخي العزيز، اليوم خل أقول لك يا بكل صراحة، كان هناك الحكومة وبعض من السياسيين عملوا مع شعبهم الظاهر والباطن. اليوم ما نعرف الاتفاقيات اللي هي حصلت بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، وأكو اتفاقيات مبطنة وأكو اتفاقيات مثلا بين الجانب الإيراني والجانب العراقي. أخي هذا عدم وضوح هذه الاتفاقيات. اليوم كيف دخلت القوات الأمريكية ونزلت بهذه الجيوش، وكانت الجيوش هنا وهناك في كل مناطق العراق؟ اليوم أتصور الجيش الأمريكي كان له وجود، وهناك صراع كبير بين إيران وبين أمريكا. هل العراق اليوم يستطيع الشعب العراقي أن تحصل معركة أو ساحة معركة بين إيران وبين أمريكا في العراق؟ هل يقبلوه أساسا العراقيين أو بعض من الناس اللي هم كانوا أذرع لإيران ويسمحون مثلاً أن تكون هناك حرب على الساحة العراقية؟ اليوم نحن نريد ونعرف أين مصلحة شعبنا، مصلحة الشعب العراقي. إذا مصلحة الشعب العراقي كانت يم الجانب الأمريكي، وإذا كانت المصلحة يم الجانب الإيراني، اليوم لا نريد أن تكون هناك معركة على أرض العراق. أمريكا وإيران، اليوم كان هناك صراع قوي بين أمريكا وبين إيران، فاليوم لا نريد أن تكون أرض العراق اللي هي ساحة مال معركة، ولا نريد من بعض الناس اللي عندهم ارتباطات مع إيران أن يجعلون من أرض العراق تكون ساحة مال معركة. لا نعم. إيران موجودة كدولة وأمريكا موجودة، إذا عندهم شيء الأمريكان أن يذهبون ديك إيران ويذهبونها، لا أن يدمرون هذا البلد. واليوم احنا منذ الاحتلال الامريكي للعراق من عام 2003، ومن اتى بالاحتلال ومن ساند ومن عاون الاحتلال، واليوم ان يصبحون الامريكان اليوم ان والله احنا في بدايه من كانت الامر وكانت هناك مقاومه، كانت الناس رافضه للمقاومه وكانوا رافضين للامريكان، واليوم ان تكون عندما رجعوا الامريكان مره ثانيه الى العراق وكانوا مستولين على كل شيء في العراق، اليوم نازين في كل مكانات العراق. فهذا الأمر متروك إلى الحكومة العراقية وإلى البرلمان أن يكون إلى موقف، خلي يحدد موقفه. الحكومة العراقية تقول لا توجد قواعد أصلاً، لا توجد قواعد أمريكية، هناك مستشارين. والله أخي العزيز، اليوم أتصور هذا الشيء ما ينضم، لأن احنا أحكي لك إياها، قبل كانت أيام الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، فهم نفس الكلام، قالوا لنا يا بالأمريكان ترى نزلوا في المنطقة الفلانية ونزلوا في المنطقة الفلانية، كنا نكذب الخبر نقول لهم والله لا ماكو أمريكان ما نزلوا، يا ترى نزلوا وكانوا الجيوش نزلت وصلت إلى 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 أطراف بغداد وإلى حزم بغداد
وكنا ما مصدقين هذا الأمر إلى أن طبت القوات الأمريكية، وخلال ما حصل ما حصل من دمار على هذا البلد. أما اليوم رجوع الأمريكان بهذه القوة وبهذه الجيوش، لا، موجودين الأمريكان والناس تعرف، الناس معروفين في كل المحافظات. أستاذ كامل، موجودة الأمريكان، قواعد أمريكية موجودة في ألمانيا، موجودة في اليابان، موجودة في كوريا الجنوبية، يعني هناك دول متطورة موجودة فيها قواعد أمريكية. لا أخي العزيز، نعم، إحنا ما ردنا أن تكون هناك قوات أمريكية أن ترجع مرة ثانية الأمريكان بالقوة العسكرية. ردنا أن ننفتح الاستثمار، ردنا أن تكون هناك شركات استثمار من الأمريكان أن يدخلون إلى البلد. اليوم نزلت القوات الأمريكية تخوفا من الامتدادات الإيرانية، الامتدادات الإيرانية اللي صارت بالعراق وصارت في المنطقة. اليوم رجوع الأمريكان رجوعهم إلى للوقوف أمام الزحف الإيراني، خلي أقول لك بصراحة هذا الأمر جاي يحصل. اليوم رجعت هذه القوات الأمريكية، وسبب رجوع الأمريكان إلى البلد إلى العراق اللي هو سبب السياسة الفاشلة والسياسة الخاطئة وعدم سياستنا اللي هي ناجحة، كيف نتعاون وكيف نعرف أين مصلحة شعبنا، أين مصلحة البلد. نعم، خليني أذهب إلى السيد ذو الفقار حسين، عضو تحالف تمدن. سيد ذو الفقار، هناك يعني سياسة المحاور، العراق يقول لك العراق أنا أما ليش أصير مع المحور الإيراني أو أصير مع المحور الأمريكي، خليني أصير مع المحور العراقي، ينفع؟ بكل تأكيد ينفع يا سيد الكريم. يجب أن نبقى عراقيين ونحافظ على هويتنا العراقية ونحافظ على قرارنا العراقي، القرار العراقي النابع من المصلحة العراقية، أي بما معنى أن لا نكون أعداء لإيران ولا نكون أعداء لأمريكا. نحن في وسط الساحة التي يحاول أن يتصارع فيها الأمريكان مع الإيرانيين. نحن اكتفينا حروبا، أعطينا دماء كثيرة، أعطينا من شباب هذا البلد الكثير. أعتقد أتى الوقت الذي يجب أن نعيش في حياة حقيقية كريمة مرفهة. لذلك نحاول أن نبعد العراق عن هذا الصراع، هاي من ناحية. من ناحية أخرى، بإمكان الحكومة العراقية وصانع القرار العراقي أن يكون ذكي بالتعامل مع المشكلة الأمريكية الإيرانية، وأن يكون جزء من الحل، وأن لا يكون جزء من المشكلة، أي بما معنى أن يحافظ على المصالح العراقية، أي لأننا شعب نمتلك مصالح مع الجارة إيران، وكذلك نمتلك مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية. لنا حدود طويلة مع الجارة إيران 1300 كيلومتر، ولنا علاقات اجتماعية يجب أن نحافظ على استمراريتها بشكل لائق، أي خارج إطار التدخل، أي ضمن إطار السيادة العراقية، أي التعامل دولة لدولة وليس تعامل سيد وتابع، هذا تختلف الصورة جذريا. وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية بإمكاننا عقد صفقات كبيرة، بإمكاننا أن يكون لنا موقع جيد ضمن الساحة العالمية. تفضلي جنابة قبل قليل وقلت أنه الأمريكان عندهم قواعد في العالم كله، وأكو دول لحد الآن تمتلك قواعد ضخمة، يعني قطر تمتلك قاعدة ضخمة، ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، والكثير من هذه الدول. تجد أن هذه الدول قد عقدت معاهدات أمنية طويلة الأمد، وبإمكاننا بالعراق عقد مثل هذه المعاهدة طويلة الأمد، ستوفر الكثير للعراق. إذن علينا أن نفهم أن العراق حاليا لا يسمح وضعه الداخلي بأن يكون طرف في مشكلة هي أكبر من حجم العراق حاليا بكثير، باعتبار أن العراق خارج توا من حرب كارثية أنهكت المجتمع العراقي، أطاحت بأربع محافظات، الشاب العراقي منهك، العائلة العراقية منهكة، أي بما معنى لسنا بحاجة إلى ضخ شباب جدد إلى هذه المحرقة. نحن نريد أن نحافظ على الفرد العراقي، نريد صناعة مجتمع بناء، نريد صناعة مجتمع متعلم مثقف، أي بالتالي علينا حصر عسكرة المجتمع. اليوم هذا الصراع يقودنا إلى عسكرة المجتمع. نحن لسنا من دعاة الحروب، لكن علينا أن نفهم لسنا طرفا في هذا الصراع، وعلينا أن نتعامل على هذا الأساس. اليوم الجارة إيران
لديها مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن كطرف ثالث نمتلك علاقات مع إيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن نكون أذكياء بصناعة القرار الذي يجعلنا في منأى عن هذا الصراع، وأن لا نكون طرفا فيه، وأن لا نكون ساحة قتال، ولا نكون شبابنا العراقي محرق في قلب هذه المحرقة. طيب، يعني البرلمان يريد أن يجمع تواقيع وأن يقر قانون عندما ينتهي من عطلته التشريعية، يجمع تواقيع لكي يقر قانون يلزم القوات الأمريكية بالمغادرة، ورئيس الوزراء يقول من أنه لا توجد قواعد أمريكية أصلا، يعني كيف توازن بين المؤسستين؟ سيدي الكريم، اولا فكرة عدم وجود قواعد امريكية هاي فكرة قد تكون غير واضحة وغير صحيحة، باعتبار انه الامريكان متواجدين بقواعد منذ 2003 ولحغاية الان ولم يخرجوا منها اصلا، يعني ليس انها قواعد مستحدثة، يعني عين الاسد والتاجي وبلد وغيرها، هذه قواعد قديمة وموجودة فيها القطاعات الامريكية منذ زمن منذ 2003، لكن استحداث قواعد جديدة هذا ضمن معاهدة الأمنية العراقية، هل توجد هكذا فقرة لاستحداث قواعد جديدة؟ هاي من ناحية. من ناحية أخرى أنه ما تسرب من معلومات اللي داخل البرلمان باتجاه، نعم أكمل الفكرة سيدي الكريم، كنت أقول أن القواعد الأمريكية أو الجيش الأمريكي موجود في العراق منذ 2003 ولم يغادر أصلا بشكل نهائي، والدليل قاعدة عين الأسد والبغدادي وبلد والتاجي، هذين قواعد موجود بها الجيش الأمريكي منذ 2003 ولغاية الآن، هاي من ناحية. من ناحية أخرى أنه استحداث قواعد جديدة هذا يتبع المعاهدة الأمنية، هل فيها هكذا فقرة لاستحداث قواعد عسكرية جديدة؟ هذا من ناحية تصريحات سيد رئيس الوزراء. أما من ناحية ما ترشح من معلومات عن نية البرلمان أو نية مجموعة من أعضاء البرلمان لتقديم مشروع لسحب القطاعات الأمريكية من العراق وإخراجها من العراق، حقيقة اللي وصلنا من معلومات أنه السيد رئيس مجلس النواب قد أعلن أنه الطلب الذي استلمه من بعض السادة النواب هو ليس لإخراج الجيش الأمريكي من العراق، وإنما من إعادة هيكلة وجوده وإعادة إعطاء الإطار الواضح وتوضيح وجود الجيش الأمريكي داخل العراق، أي ليس لإخراج الجيش الأمريكي من العراق، هذا ما وصلنا إليه من معلومات. أما من ناحية أنه إقدام بعض الجهات السياسية أو بعض الأطراف أو بعض الشخصيات على مهاجمة وجود الجيش الأمريكي واعتباره أنه غير منطقي وغير لائق ويخل بالسيادة، فأعتقد أن السيادة العراقية حاليا أصلا هي تعاني من مشكلة وليست مكتملة بالشكل الواضح كي نقول نحن دولة ذات سيادة متكاملة، فنحن عرضة للتدخلات الخارجية من كل الجهات إن كانت أمريكية أو إيرانية أو تركية أو باقيها من الدول. طيب، خلينا نذهب السيد كامل غريري الأمين العام لحزب العراق هويتنا. أستاذ كامل، يعني هل تؤيد سعي البرلمان لتشريع قانون يلزم القوات الأمريكية بالمغادرة؟ أخي العزيز، بالنسبة إذا البرلمان شرع ولا ما شرع، هي قوات نزلت بعد على أرض الواقع، نعم نزلت القوات الأمريكية، وأصور إذا كان هناك قرار يتخذ البرلمان ما اصور راح تلتزم به الامريكان وانسحاب القوات الامريكيه. ما هم اللي ب 2003 هم اللي جابوهم، وهسه يقولوا لهم طلعوا. ثانيا بال 2003 عندما كان هناك احتلال اتوا بالامريكان وجوا بالامريكان، ما اصور اليوم ان يستطيعون ان يتخذون قرار وقرار يملون به بانه امريكا اللي هي عدت العراق واحتلت البلد ووصلت البلد إلى هذا الحال، واليوم يستطيعون أن يقولوا للأمريكان اخرجوا من العراق، هذا أصور ما راح يحصل هذا. ثانيا بالنسبة للسادة أعضاء البرلمان والحكومة، اليوم خلي تكشف الحقائق، ما هي الاتفاقيات أو ما هي الاتفاقيات في الحكومة السابقة أو البعثة ما هي الاتفاقات مع الجانب الأمريكي؟ تعرف هنا ما الشعب العراقي ما يعرف ما هي الاتفاقيات اللي هي اتفاقيات باطنية، واليوم عندما يتحدثون بالظاهر إلى الشعب العراقي ويقولون له لا توجد قوات أمريكية ولا نزلت قوات أمريكية، ليش الشعب العراقي اليوم موجود 330 نائب؟ هل من المعقول اللي تمثلت في كل محافظات العراق
خل يطلع يطلع نائب يقول والله ماكو جيش وماكو قوات الأمريكية في عين الأسد، خل يقول لا توجد قوات أمريكية في التاجي، خل يقول لا توجد قوات أمريكية في العراق. اليوم يتجولون في داخل المحافظات في الأنبار وفي كل محافظات العراق، وصور انزال جيوش موجود في الجيش الأمريكي. فيجب عليهم أن يصارحون شعبهم بالحقيقة، ما هي الاتفاقية؟ نعم خلي يكونون يقولون يابا احنا والله عندنا اتفاقية هاي مع الجانب الأمريكي وفلان وفلان، ويحددون يحددون الشخص الذي اتفق مع الجانب الأمريكي ورجوع القوات الأمريكية بهذه القوة. نعم اليوم الشعب العراقي، خلي أقول لك في كل صراحة، اليوم الشعب العراقي ما كان يرفض الأمريكان. اليوم أنا أصور بعض المناطق وبعض هذا جاي رحب الأمريكان. لوش رحب الأمريكان؟ يقول لك والله يابا أنتوا 15 عام أو 16 عام جبتونا بس الطلايب والمشاكل والأمور الأخرى، وإحنا اليوم نستعين بأي واحد يجي ينقذ هذا البلد وينقذ العراق. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج استوديو التغيير. أشكر السيد كامل الغريري الأمين العام لحزب العراق هويتنا، وأشكر الأستاذ ذي الفقار حسين عضو تحالف تمدن، شكرا جزيلا لكم. الله محييك. شكرا لجنابك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.